والآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. ورجاء رمزي، أهلا بك رجائي. أهلا بك سحر، أهلا بك إيمان. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مساعدة وزيرة الطاقة الأمريكية لشؤون العلاقات الدولية جولي سيركويرا والوفد المرافق لها. بحث الجانبان سبل دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وزيادتها، خاصة في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتوفير الخبرات والتكنولوجيات الحديثة وهي المتخصصة في تنفيذ جهود النقاط وتخزين الكربون وخفض انبعاثات الميثان. وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تقدمها المعامل الأمريكية لشركائها في مبادرة صفر انبعاثات، مؤكدا أن القطاع يستهدف التوسع في نشاط تموين الطائرات بالوقود النظيف وأيضا إنتاجه في مصر. أعلنت الحكومة أنه تم الإفراج عن الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهر حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار. وأوضحت الحكومة أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية والمواد البترولية والوقود وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا لتصل إلى 595.1 مليون دولار خلال العام 2022 مقابل 489.6 مليون دولار خلال العام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%. كما بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.1 مليار دولار خلال العام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خلال العام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.5%. كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري ما بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال العام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عقد الجلسة التاسعة من سلسلة جلسات المنتدى الفكري حول التحولات الديموغرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي. وأكد رئيس مركز المعلومات أن العالم يواجه حاليا صراعا مع قوى التغيرات الديموغرافية بسبب سرعة النمو السكاني في بعض الاقتصادات وشيخوخة السكان في اقتصادات أخرى، مؤكدا أن عدد سكان العالم ارتفع بأكثر من 3 أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين. كما أكد أن زيادة عدد السكان في مصر الذي ارتفع بنسبة 25.3% منذ العام 2012 لا تتناسب والموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة. وأكد رئيس مركز المعلومات أن القضية السكانية تعد واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها مصر.
وإلى أسواق البترول العالمية التي انخفضت أسعار النفط فيها متراجعة من أعلى مستوياتها في 3 أشهر في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها حدت من الخسائر. تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.61% لتصل إلى 83.13 دولار للبرميل، كما انخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.75% لتصل إلى 79.03 دولار. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.04% لتصل إلى 2.81 دولار للتر، فيما انخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.34% مسجلة 2.67 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت وزارة المالية الكويتية أن ميزانية 2022-2023 حققت فائضا قدره 6,368 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 20,077,000,000 دولار، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ 9 سنوات. وأضافت المالية الكويتية أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28,802,000,000 دينار كويتي، منها 26,713,000,000 دينار كويتي إيرادات نفطية، بينما بلغت المصروفات الإجمالية 22,369,000,000 دينار كويتي. نهاية أخبارنا الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى إيمان وسحر، فإليكم. شكرا لك رجائي.